نمشيو اليوم على التطور الخارق، تطور الدول الغربية، في المقابل تونس خلينا نقولوا مازلنا على نفس الحال، بقينا نشتموا في أمريكا ونشتموا في الصهاينة، بقينا كبكليم أكاون، والدول الغربية هرب بينا مئات السنوات. علاش؟ الدول الغربية حتى شرق آسيا تركيا كذا كلهم هربوا بينا، حتى في الأفريق مثل تشوف أنت نيجيريا تولت قوة، إثيوبيا دنير مو عاملة هذاك ساتيليت، يعني سي نورمال. بون ما نعرفش أنا، ممكن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني ناتج على فهمتني من بدات الجمهورية التونسية الأولى، يعني من غادي بدات تونس تبدا في خمود ليومنا هذا، يعني مش على خاطر جات ثورة كذا دخلت البلاد شوي في أزمة، الأزمة ديجا عندها من عام 56 فهمتني من الاستقلال. الأول يعني كان جينا خدمنا من الأول ألونتير رانا لاباس والحمد لله، رانا وصلنا عملنا كما الأفريق وعملنا كما أوروبا. نحن خاطر العقلية نتاع العربي مش كما العقلية نتاع القاوري والأوروبي، هما العقلية نتاعهم ربي عطيهم العلم، نحن أوتيتهم العلم إلا قليل ربي في القرآن، الأعراب وشدوا كفر ونفاق، لكن الغرب عندهم علم متطورين علينا أخوي، كما توا اللي مات في العراق، اللي مات في قتلوه، اللي مات باش قتلوه مو بالعلم، صوروه بالواحد هو قائد كبير فهمت، ما نجموش يقتلوا حتى واحد، كان قوة ربي عظيمة سبحانه، صوروه بالكاميرا قتلوه هو في الكهرباء، هاكا متعلمين علينا علماء، علاش نحنا ما تقدمناش؟ خاطر ما عندناش علم في الحرب، عندنا علم في الطب في القرآن في التفسير في برشا، ربي اعطانا القرآن هذاك كان نعملوا به تنوليو عز ناس، نحن تركناه هذاك القرآن، لكن عندنا علم في حاجة أخرى، هما الأمريكا والفرنسيس وبريطانيا وإيطاليا والدنيا الكل، نحن نستعرفوا بهم كعلماء، عندهم العلم نتاع الحرب ونتاع القتال، من الأول الدنيا هم، نكلوا بليبيا قبل، نكلوا بالمغرب، نكلوا بتونس، باش تبقى ديما أنت مفجوع منهم. باش تبقى ديما انت مفجوع منها، حتى البنيان اللي بنوه في لافوني او في لافايات، كي تخزر تقول شو الغرب، باش خلى اولادنا يحرقوا ويمشيوا ويموتوا في البحر، باش يطلع لفرنسا وايطاليا، وقت اللي نحن عندنا موارد كبيره في تونس. شكون اليهود؟ يقتلوا في العرب، يقتلوا في الفلسطينيين. هذاك علاش نتكلموا؟ نحن نتكلموا امريكا خاطر مع اليهود. ونحن مع العرب اللي يقتلوا فيهم. فهمت قاعدين لما تا يقتلوا في العرب. نحن خلينا نقولوا بقينا نشتموا في الصهاينه. علاش ما نفعلوش؟ ما نفعلوش، ما عندناش قوه. ما عندناش سلاح نحمي به رواحنا. ما صنعناش سلاح كيفهم هما. ما تلهيناش باش نصنع، وكذا كان يصنع واحد ما يخليهوش. ما يطولش فيها. اللي صنعوا قبل طولوا. اللي صنع الطيارة فلسطين محمد الزواري وينه؟ خلاوه العيار اللي يصنع يعيش هنا، كان جاي يعيش هنا لو قتلوه، ما يجي كان بالقارد كوريت عيش غادي، خاطر هنا ما يبقاش روحه. شبي محمد الزواري كي يروح لهنا ما قعدش، شبي غادي ما جرالو شيء، عايش 10 سنين ولا أكثر ما مسوا حد، جا لهنا قالوا اليهود. شكون قال اليهود؟ الباكوات هي اليهود. والغربية خاطرهم يمتصوا في خيرات الدول العربية جمعة، معناتها كما مثال تونس فرنسا تمتص فينا، تمتص في الأفريق مش في تونس برك، خذوا خيراتنا وقاعدين يخدموا بها، وعلى هذاك هم تطوروا أكثر منا وتطورت العقلية نتاعهم، وقعدنا احنا نتبعوا تتبيعوا ولينا نتبعوا فيهم، معناتها حتى كان باش ناخذوا احنا في عوض ناخذوا الحاجات الباهية فيهم، قعدنا ناخذوا كان في الموضة والحكايات الفارغة هذاك. ليش بقينا ناخذوا كان في الموضة وناخذوا في الحاجات السلبية من الغرب؟ علاش؟ عقلية العرب قاعدة هكاك، معش ما تخلف. ثم بوادر بعد الانتخابات اللي الوضع باش يتغير واللي تونس باش تتقدم وتتطور أكثر؟ إن شاء الله. شنو تحس؟
نحس انه فما تطور في العقليه التونسيه خاصه. هذيك هي بلادنا احنا، هذاك شعبنا، فهمني؟ هذاك هو، هذاك الواقع، ما عندوش يعني يستطيع باش يعمل حاجه كبيره برشا، هذاك هو اللي يقدر عليه يقول هكا احنا عالم ثالث، فهمني؟ ماناش فهمني تو شوف العباد تعاني في الغلاء المعيشه، ولا هي بهمها ولا هي بدنيتها ولا هي معيشتها ولا مالهاش بيه. تونس ناقصه اكفاء، ما عندناش نوابغ، ما عندناش علماء. عندنا علماء، عندنا كل شيء، من الامكانيات ما عندناش، الامكانيات ما عندناش. لازمنا الاحترام الشعب اول حاجه، نحترموا بعضنا فهمتني، ونقصوا هذه ماهيش ديمقراطيه، هذه تسمى فوضى. فوضى هذه ماهيش ديمقراطيه فهمتني. انا مش شفت ديمقراطيه، انا فوضى. احنا فوضى هذه ماهيش ديمقراطيه. سامحني، الناس تربن البركاجات في النهار في النهار الغايل، البركاجات والعنف والنطرة واحد هذيا ما ثماش هذيا في الأوروب، جملة واحدة ما تيكزيستيش لحكيت هذيا فهمتني. وزيد الحاكم تويك، الحاكم يعني حاكم اللي ما على بالوش، جملة واحدة توا وليك حاكم، ولا يخاف على روحه، حنشة يبدا متعدي يبدا خايف على روحه فهمتني. قبل لا نتذكر أنا وقت بورقيبة ما كانتش هكا فهمتني، بوليس كان يجي 20 يبداو واقفين في الحومه يطردهم برا، واحد قاعد يشد دار والناس كلهم تشد دياره فهمتني. حتى احنا ما نحبوش نتطوروا، نفس المونتاليتي، نفس ما عادش انا خاخ سافا با، كل واحد العقليه نتاعو، ما فماش عقليه باهيه، ما فماش عبيد تخمم حاجه باهيه هكا عليه. انا خاطر في بلادنا اللي يجي يطلع مقصو كها. فما سياسه مفتعله تحب تخلينا في الحاله هذه؟ الدوله تحب تمقص العباد. شعب فاشل ورئيس معناه مش قاعد يخدم في خدمته، اللي شادين الكراسي الكل يحبوا كان على الفلوس وعلى على معناه مش قاعدين يخدموا في خدمتهم وكاو، ومن الاخر شعبنا مش معناه مش قاعد يتبع في الشعوب الاخرى فهمتني كيف؟ كيفاش مش يتبع؟ انا عارفش معناه تو بالله قال الموظف يخدم في درجين في النهار، وتحب معناه الشعب يتطور ومعناه الدولة تتطور، يتصلح الشعب يتصلح كل شيء. احنا البنية التحتية اصل من الاول، البنية التحتية هي ما يعني ماهيش مريقلة بالكدا، كيفاش تحب الشباب معناه باش يقوم باش يخدم وباش يقوم يلقى الغرم ويلقى الطبع العنكوش. تو انا في وسط البلاد الناس كلها هنا، ساعات ما تنجمش تعدى من هنا فهمت، في بنزرت زاده كيف في كل بلاصه وين تمشي راي الدنيا داخله في حيط. والشعب خويا الشعب نجم نحكي معناها شنو نحب به، الشعب مستول تيجي البارح باش يمشي يجيب خبزه، الصباح باش يفطر، كيفاش تحبوا يقدم؟ ما يقدمش من الاخر، ما فماش حاجه تشجع زاده باش تقدم. يعني نخدم انا والمراه نتاعي وصاحبي، نخدموا ثلاثه بلا سنه اساس بلا حد شيء فهمتني. علاش هكاك اخويا؟ ما فماش شنو اللي باش يشجعني انا باش نقدم البليس لبلادي؟ انا عندي موهبه، نطيب مش نورمال، نوريك تصاور في التليفون وكذا تشيخ. ما تلقاش شكون يشجع خويا من الاخر. نخدم في قديم من ساعه، نخدم في 11 ساعه، نخدم في 11 ساعه اخزر، بعد ما نكمل الخدمه نخرج واحده بالوسخ خويا اللوحه، نخدم بلونجير وكوجيني وبيتزاير وشنو اخر وقهواجي ونقادي الشيش ونعملهم الكل فهمت. مي خويا ما فماش شكون باش قداش هذا من الكل، قد ايه؟ 800,000. من قبل تونس ناقصه معناها، من معناها علاش بقينا هكا؟ من التخلف نتاع الشعب، التخلف شعب متخلف صح، الناس الكل صاحبي مش معناها مش كان تشوف فيهم معناها بداها من الناس الكل فهمتني، اي واحد شعب معناها ناقصه. ما عندناش اكفاء، ما عندناش نوابغ. عندنا نوابغ بالطبيعه في تونس، من اي من اي من اي مجال، من كرة القدم. فما تأطير من الدولة؟ لا تأطير من الدولة نعرفش، انا جيلي حاليا ما فماش تأطير، نشوف فيها الناس الكل على كيف، الناس الكل تحكم على كيفها وما فماش حتى تأطير في جملة. خويا الاف السنين هذه ما تقدمش، الناس حضارة ذوكم علينا نحن، الحيوان حاشاك عنده أقدر أكثر منا نحن، الحيوان حاشاك تجيب بقرنية رشد، ما تقدموش نحن. نحن الدولة دي عمرها ما تقدم، العرب بصفة عامة عمرها ما يتقدم، فهمت؟
واللي لوروب لوروب غادي تلقى قدرك. فهمت علاش العباد هارب لوروب واللي يقول لك اوروب حرقت رشني اوروب صح عباد تلقى قدرك غاديك اخويا يعني لان فماش لا حريه لا فما شيء فما حتى شيء ويفهمت هاش ما نتقدموش نبقاوش الاف السنين ما نتقدمش تونس عمره ما تقدم شنو لازم شنو ناقصنا لازم خويا رئيس باهي